بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على ولي الله وحبيبه، السلام على خليل الله ونجيبه، السلام على صفي الله وابن صفيه، السلام على الحسين المظلوم الشهيد، السلام على أسير الكربات وقتيل العبرات. اللهم إني أشهد أنه وليك وابن وليك وصفيك وابن صفيك، الفائز بكرامتك، أكرمته بالشهادة وحببته بالسعادة واستبعته بطيب الولادة وجعلته سيدا من السادة وقائدا من القادة وزائدا من الزادة، وعاتيته مواريث الأنبياء وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء، فأعذر في الدعاء ومنح النصح وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة، وقد تواذر عليه من غرت حد الدنيا وباء حظه بالأرذل الأدنى وشرى آخرته بالثمن الأوكث، وتغترس وتردى في هواه وأسخطك وأسخط نبيك، وأتى من عبادك أهل الشقاق والنفاق وحملة الأوزار المستوجبين النار، فجاهدهم فيك صابرا محتسبا حتى سفك في طاعتك دمه واستبيح حريمه. اللهم فلعنهم لعنا وبيلا وعذبهم عذابا أليما. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن سيد الأوصياء، أشهد أنك أمين الله وابن أمينه، عشت سعيدا ومضيت حميدا ومت فخيدا مظلوما شهيدا، وأشهد أن الله منجز ما وعدك ومهلك من خذلك ومعذب من قتلك، وأشهد أنك وفيت بأهد الله وجاهدت في سبيله حتى أتاك اليقين، فلعن الله من قتلك ولعن الله من ظلمك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. اللهم إني أشهدك أني ولي لمن والاه وعدو لمن عاداه، بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك المدلهمات من ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المسلمين وباقل المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرذي الذكي الهادي المهدي، أشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعالم الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشراع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع، ونصرتي لكم معدة حتى يعظم الله لكم، فمعكم معكم لا مع عدوكم،
صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وأجسادكم وشاهدكم وغائبكم وظاهركم وباطنكم. آمين رب العالمين.